أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات قناة برين باور. حابين النهاردة نتكلم مع بعض عن بعض التريكس اللي ممكن تساعدك وانت بتستعمل برنامج الاند نود وتتملة للفيديو اللي احنا كنا شرحنا فيه قبل كده برنامج الاند نود. وبرضو الفيديو ده عبارة عن رد لبعض الأسئلة اللي الناس سألتها من خلال الكومنتات على الفيديو اللي فات. اهم حاجه النهارده حابين نتكلم فيها هي تريكس زياده كده بنحاول نحل بيها المشاكل اللي بتواجه بعض الناس. اهمها مثلا ان بعض الناس اللي موجوده في دول زي الصين عندها مشكله كبيره جدا في ان هي تاكسس على جوجل سكولر مثلا، فهي هتجيب ازاي السايتيشن بالطريقه اللي احنا كنا بنستعملها. من ضمن الحاجات اللي موجوده او اللي ليها حلول، مثلا لو انت بتشتغل على موقع زي او مثلا بتجيب مقالات من ساينس دايت، فسي لو انا مثلا هجيب مقاله زي دي كده وعجبني كلام منها او جزء مثلا من الابستراكت خدته وعملت له بارافريز وتمام، وعايز ان انا اعمل له سايتيشن، فكل اللي انا باجي اعمله ان انا باجي على المقالة وباجي هنا من كلمة سايت وبختار RIS، هنا بينزل لي السايتيشن تحت، ودي أسهل طريقة أنت ممكن تعمل بيها سايتيشن. مقالة هنا في 2021 أقدر أعمل لها سايتيشن بسهولة جدا ومش هياخد مني وقت خالص، حاجة بسيطة يعني الموضوع كده انتهى بسهولة. هذه المقالة ونزلت السايتيشن بتاعها وخلص. دي اول حاجة كنت حابب ان انا اسهل على الناس فيها. برضو نفس الموضوع موجود في اغلب دور النشر، هتلاقي فيه المكان بتاع سايت اللي هنا ده وانت تقدر تاخد منه الـ RIS. اكتر حاجة بفضلها في دور النشر صراحة هي طبعا اي حاجة تبع السفير، لسبب محترم جدا. اولها ان السفير مش بس بتديك سايتيشن، ده بتعمل معاك حاجة كويسة جدا. انت لو دخلت على السايتيشن هنا هتلاقيه منزل لك الاسماء ومنزل لك كل السايتيشن، اهم حاجة انه كمان ضيف لك الدي او اي وضيف لك ابستراكت واللينك بتاع الارتكل دي، علشان لو حبيت ترجع لها تاني بعد ما عملت سايتيشن او تاهت منك في الشغل تبقى فاهم الموضوع كان عبارة عن ايه. دي موجودة صراحة في السيفير بشكل محترم جدا، او اي حاجة جوه ساينس دايركت بشكل محترم جدا، موجودة بعض الأحيان في سبيرينجر وموجودة برضو في ACS، لكن بيبقى فيه مشكلة إن الـ DOI بتاعهم ما بيبقاش بالشكل الانترناشنال ده، بيبقى اللي هو الشورتد اللي هو الجزء ده بس، فهتضطر إنك تعدله بإيدك ده بطريقة أفضل يعني. تاني تريك كنت حابب اتكلم مع حضراتكم فيها هي ان اغلب الجورنالز دلوقتي ما بتحبش فكرة ان الريفرنس ما يبقاش في دي او اي. اغلبية الناس بتقولك دي في دي او اي بايدك، وطبعا ده لو انت مثلا بتكتب ريفيو ارتكل في 200 ريفرنس مثلا او اكتر، فالموضوع هيبقى لايك هيل يعني حاجة صعبة جدا او حاجة مش مقبولة انك تشتغلها بيه. طيب احنا عندنا النهاردة عايزين نتعلم، طب انا دلوقتي لما دخلت السايتيشن ده ظهر عندي تحت من غير دي او اي، طيب انا دلوقتي مستعمل الريفرنس او السايت الستايل اللي اسمه نمبرد، طيب عايز انزل الدي او اي اعمل ايه؟ فبدخل على البروجرام بتاعي، ده البروجرام بتاعي ودي الريفرنس اللي موجودة، بدخل على edit وباخد output styles وبأدت النمبرد من هنا كده. بيفتح معايا ده، بدخل على التمبلت من بيبلوجرافي وباخد الجمله دي كلها كده دي او اي من اول العلامه بتاعت الكوتيشن بعد باكس كل دي، واخدها كوبي واجي على جورنال ارتكل ده اللي انا شغال بيها واجي حاططها بيست واتاكد ان انا طلعت من السهم ده.
بعد ما بعمل لها كوبي وعمل لها بيست في المكان ده اتاكد ان هي سليمه، مفيش انتر نزلت تحت ومفيش انتر طلعت فوق، بتبقى بالشكل ده. بعد كده بضغط كلوز ووافق ان انا اعمل نسخه ثانيه بيبقى اسمها نمبرد كوبي، ده بيبقى تعديل على الستايل اللي موجود، بدوس سيف. بعد كده ارجع تاني للمقاله بتاعتي اللي انا كنت كاتبها وابتدي اختار السايت الستايل اللي اسمه نمبر سيف. خش على اذر ستايلز وابدا اختار اللي هو اسمه نمبر سيف نمبر كوبي. ادوس اوكي، ظهر عندي الدي او. دي كانت تريكس بسيطة كنت حابب ان انا اتكلم مع حضراتكم في حضراتكم فيها، ونستعد مع بعض في ان احنا نفهم الحاجات اللي الجورنالز دلوقتي بتحتاجها. طبعا لو انت كنت عامل كذا واحد بيبقى من السهل عليك انك بالطريقة دي انك تعدل الدي او ايات كلها وتظهر كلها مع بعض. ان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى فيه برضو بعض التريكس اللي بتسهل على الناس استعمال الاند نوت، وممكن كمان ان شاء الله في الفيديوهات الجايه نتعلم سوفت ويرز ثانيه خاصه بالرسم الجرافس والجرافيكال ابستراكت عموما والجرافس عموما. وهيبقى في برضه برامج هحاول ان انا اوفرها لكم تكون مدفوعه او تكون موجود ليها كراك، يكون سهل شويه ان الناس تستعملها على الامد الطويل. شكرا لحضراتكم واتمنى الفيديو يكون عجبكم.